باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنشكر ربنا على هذه النهضة المباركة، تعتبر عيد وفرحة جميلة جدا. أنا كل مرة باخد بركة هذه الكنيسة ما بنساش الأيام الحلوة اللي قضيناها، أيام تجلي ستنا العذراء في هذا المكان في سنة 68. خدنا بركة هذا التجلي، وفي الحقيقة كل مرة باجي الكنيسة هنا وبشوف هذه الفرحة وهذا العمار بقول هو ده التجلي. تجلي ستنا العذراء ما كانش حاجة كده في التاريخ في فترة من الزمن، لكن هي متجلية معانا دايما ببركة هذه الكنيسة وببركة أبائنا رعاتها. ربنا يديم هذه البركة علينا ودايما نجتمع ونفرح مع بعضينا، خصوصا في موسم صوم السيدة العذراء. أنا عايز أقول يا أحبائي أن هذا الصوم وهذه الصلوات والصوم بيبقى معاه نسك وتسبيح وصلاة، هو فرصة لينا ان احنا نلجأ لربنا بشفاعة ستنا العذراء انها تحمي بلادنا، وبصفتها رئيسة ملك السلام تمنح بلادنا السلام والأمان والصلح، وترشد قيادتنا لما فيه هو الخير للجميع بإذن الله. ده إيماننا ودي ثقتنا، وزي ما صمنا لآبائنا الرسل وربنا كشف لنا عن عمل كويس لخير البلاد، متوقعين أيضا ببركة الست العذراء كل خير إن شاء الله. هنتكلم مع بعضينا النهاردة تأملات في نبوات عن ستنا العذراء، نبوات كتيرة خالص، لكن هنبتدي وعلى قد ما ربنا هيسمح من وقت هنشوف المعاني الجميلة في هذه النبوات. الحقيقة أول نبوة في العهد القديم كانت عن الست العذراء، فعشان كده حب كده تفكروا معايا ايه هي اول نبوة ومين اللي قالها وقالها لمين وايه المعاني الجميلة اللي وراء هذه النبوة. تفتكروا معايا ايه هي اول نبوة في الكتاب المقدس؟ اول نبوة هي اللي قالها ربنا بنفسه واعلنها للبشر من البداية، فيما كان الله بيعاقب أبائنا آدم وحواء وبيعاقب الحية اللي هي رمز للشيطان، فيما كان ربنا بيعاقبهم أعلن لنا هذه النبوة، وبكده بنعتبرها أول نبوة، وفي نفس الوقت هي بتتكلم عن ستنا العذراء مريم. هقول أربع ملاحظات جميلة في هذه النبوة نستفيد منها. أول حاجة إن ربنا فيما يعاقب بيعلن الخلاص، وده بيقول لنا فيها القديس غريغوريوس في القداس: أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا. يعني يا رب محبتك الكبيرة ما بتديش عقوبة إلا لما بتكون تقصد بيها خلاص، تقصد بيها خير، تقصد بيها فايدة. فدي ربنا من البداية لأنها عقوبة فيها موت فيها يأس، فكان لازم ربنا في رحمته يدي معاها رجاء. فالنبوة الأولى كانت في قول ربنا للحية وهو بيعاقبها، قال لها كده، قال لها أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها،
أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك وبنسلها. هو اللي هو إيه لنسل المرأة يعني، يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. دي أول نبوة. كون ربنا يعلن من البداية إن في امرأة والامرأة دي هيكون لها نسل، وإن النسل المرأة دي هيسحق رأس الحية، ده يعد رجاء ربنا بيديه للبشرية من البداية. الملحوظة التانية بتكشف لنا عن حكمة ربنا العالية، ان ربنا قال هذا الكلام. اولا ربنا كان بيخاطب الحية، خلوا بالكم، ربنا لما قال هذه النبوة كان بيخاطب الحية، وطبعا بيخاطب الحية في سمع آدم وحواء. لكن ربما ربنا حب يعلن هذه النبوة وهو بيخاطب الحية عشان يكشف لنا ازاي ان ربنا كان بيعلن للحية انها ملعونة وانها رأسها سيسحق بسبب، كلنا عارفين الحية رمز للشيطان، والشيطان كان متكبر، فكان بسبب ما صنعوا مع آدم كان لازم رأسه تسحق يموت ينتهي. وقد كان، فربنا كان بيخاطب الحية، لكن احنا فرحنا بهذا الحديث مع الحية لانه كشف لنا ان في امرأة وفي نسل امرأة هيسحق رأس الحية. ده يعطينا رجاء. لكن زي ما قلت وبكرر ان ربنا ما كشفش مين هي المرأة وما كشفش مين هو النسل. احنا شفنا بعد كده ان كل مرأة كان بتتزوج كان بيبقى ليها نسل، وبالتالي هذا جعل كل امرأة في العهد القديم تتمنى ان تتزوج وتتمنى ان يكون ليها نسل. واصبح معروف ان النسل ده بركة من عند ربنا لانه ثمرة، فكل امرأة في العهد القديم كانت تتمنى ان يكون ليها هذه الثمرة، وبالتالي تتمنى الاثنين مع بعض يعني، بس ده بتاع القناة. فكل امرأة بقت تتمنى ان هي تكون هذه المرأة، وتتمنى طبعا ان يكون ليها نسل، وان يكون هذا النسل هو اللي ربنا بيقصده ان هو ده اللي يسحق رأس الحية. عشان كده ما نستغربش لما نلاقي كانت عقيدة مهمة في العهد القديم ان مهم ان يكون في نسل، لان كانوا بيعتبروا ان عدم وجود نسل ده معناه عدم البركة. طبعا كان بسبب هذا الاعلان من البداية، وفضل ابائنا كانوا حريصين جدا على ان كل مرأة يكون ليها نسل. ولذلك بتقابلنا قصص كتير في العهد القديم ربنا كانش بيسمح بالنسل الا متأخر، زي امنا سارة مثلا ما جابتش نسل غير متأخر، ويمكن رفقة نفس الكلام، وحنة ام صموئيل، وهكذا امثلة كتير بتورينا ازاي كان النساء في العهد القديم كانوا بيتمنوا النسل، وبيعتبروا ان النسل بيرفع عنهم العار. ولعل من اوضح القصص والامثلة قديسة اليصابات في ايام المسيح، كانت لما اعلن لها انها هتجيب نسل في شيخوختها خدت خلوة 5 أشهر وقعدت فرحانة ان ربنا رفع عنها العار بسبب عدم النسل. فكان كل مرأة، وكل مرأة ليها نسل، لدرجة يا أحبائي أبائنا بيشرحوا لنا إن حتى حواء نفسها وهي أول امرأة بسبب هذا الإعلان الإلهي تصورت لما أنجبت قايين، تصورت إن قايين ده هو نسل المرأة اللي هيسحق رأس الحي. ما هو ربنا ادهالهم كده من غير توضيح،
فطيب انا جبت ناس له، وعشان كده سميته قايين، وقالت كده لاني اقتنيت رجلا من عند الرب. الاباء يفسروا لنا التعبير ده اقتنيت رجلا من عند الرب، يعني انا جبت الراجل اللي هيحل المشكله، مش احنا بنقول ما يحلها الا رجالها. فهي بقى حست ان ده انا جايبه راجل اهو، واكيد اللي انا جايبه ده هو نسل المراه اللي ربنا وعدنا بيه اللي هيحل لنا المشكله. لكن طبعا زي ما ربنا بيعلمنا ما ابعد احكامه عن الفحص. هيات ده حواء فوجئت بان ابنها قايين ده اللي هي عشمان ان يكون هو نسل المراه اللي يحل المشكله ويسحق راس الحيه، فوجئت بان هو مثل ورمز للشر. خلوا بالكوا ان ربنا من البدايه حذر ابوينا من معرفه الخير والشر، وادم بعد ما سقط ربنا كشف له الخير والشر في ولاده الاثنين، قايين مثل للشر وهابيل مثل للخير، وراله ازاي ان الخير والشر بيتصارعوا، وان يستطيع الشر كما استطاع قايين ان ينقض على الخير ويقتله. كل دي كانت دروس من البداية. ربنا لما خلق الانسان يا احبائي خلقه لاجل الخير، وتكوينه وامكانياته انه يعيش في الخير وبس، ويفرح بخير ربنا ويعيش ولا يموت. خلوا بالكم الجزئية دي، ربنا لما خلق الانسان خلقه بلا موت، بدليل ان ربنا حذره ان معرفة الخير والشر هيكون ورا منها الموت. قال له يوم ما هتاكل من شجرة معرفة الخير والشر هيحصل لك موتا تموت. لو كان ابونا ادم وحواء بيموتوا عادي زي ما احنا بنموت كده، كانوا يقولوا يا رب ما احنا هنموت يعني، سواء اكلنا او ما اكلناش. لكن لا، هم كانوا بلا موت، وطبعا كانوا فاهمين يعني ايه موت، لان كان حواليهم الحيوانات والحيوانات بتموت، ففاهمين يعني ايه حياة ويعني ايه موت. وطبعا فرق كبير قوي، مين يطلب الموت، مين يتجه ناحية الموت. فربنا حذرهم ووراهم ان الموت ده موجود في معرفة الخير والشر. يعني انتوا يا ادم تستطيع انك تعيش بلا موت طالما انك عايش في خيري وراضي بخيري وقابل خيري وفرحان بخيري. لكن للأسف نقطة الإغراء اللي نجح فيها عدو الخير الشيطان مع آدم، انه قال له انت هتفضل في الخير كده وبس، تفضل صغير كده وعايش في الخير وبس. لا، ده انت يوم ما هتعرف الخير والشر هتبقى زي ربنا. كبرياء. عشان كده احنا بنعتبر ان الكبرياء ده رأس الخطايا يعني. وعلى فكرة اللي حصل مع ابوينا ادم وحواء لازال بيحصل معانا كبشر. كلنا عارفين ان احنا لما بننجب اولادنا بيمروا بمرحلة كده سنية لغاية يمكن 12 سنة ما يعرفوش الخير من الشر. لكن بيجي عليهم وقت بتبتدي الإغراءات على نفس النمط، وأنا بقول هذا الكلام كتوضيح يعني عشان ندرك إيه اللي عمله الشيطان. برضو على نفس النمط يجي الشيطان لأولادنا في مرحلة سنية كده ويقول له أنت هتفضل عيل، أنت هتفضل صغير، أنت هتفضل بتاع بابا وماما، وأنت يا بنت هتفضلي بتاع بابا وماما ومدارس الأحد وكلام ربنا وبس، لازم تكبري ولازم تعرفي ده وتعرفي ده. إغراء المعرفة بيوصل الإنسان إلى نتائج صراع الخير مع الشر اللي إحنا عايشينه وضايقين مره. وربنا عشان كده يقول لنا دايما لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. إذن هي معركة يا أحباء، إحنا عايزين في معركة. مهم جدا الإنسان يكون فاهم الحياة اللي هو عايشها
عشان يفسر ايه اللي بيعمله ده، وعلشان لما يفهم كده يبقى حريص انه يلتصق بالخير ويكره الشر، ويفضل كده طول عمره بيدور على الامور اللي تربطه بالخير وتقويه في الخير، عشان يقدر بهذا الخير وبقوة ربنا طبعا انه يغلب الشر. وكتير ربنا في الكتاب يقول من يغلب حديله كذا وحديله كذا، يقول من يغلب فسيرث كل شيء. فمن البداية يا أحبائي ربنا أعلن الخلاص، وأعلن أن فيه المرأة، وأعلن أن فيه النسل. لكن زي ما قلت لحضراتكم أن ربنا ساب موضوع فين النسل، إنما هذه النبوة يا أحبائي اللي من البداية بتورينا أن ستنا العذراء كانت في فكر ربنا وفي قلب ربنا في تدبير الخلاص من البداية. العذراء يمكن جديدة على البشر، ما ظهرتش غير في ملء الزمان، لكن في ذهن ربنا وفي تدبير ربنا. ده يورينا ان ربنا فوق التاريخ، وان تدابير ربنا فائقة جدا، وده يخلينا دايما نلجأ لربنا ونقول له يا رب احنا كتير احداث حوالينا ما بنفهمهاش، لكن احنا واثقين انك انت عارف كل شيء ومدبر كل شيء، وان كل شيء يا رب تحت سيطرتك. في صفة حلوة قوي بنرددها كتير في صلواتنا ان الهنا هو ضابط الكل، فبتظهر هذا في ان ربنا او يعني لما ربنا قال النبوة دي واعلنها ان في امرأة وان في نسل للمرأة هيسحق رأس الحية، اعلنها قبل ما تتحقق، لانها تحققت في ايام المسيح. وبالحساب البسيط كده زي ما الكنيسة بتعلمنا ان الكلام ده تحقق بعد 5500 سنة، ف 5500 سنة ده يعني بالنسبة للإنسان زمن طويل، يعني شوفوا احنا بيننا وبين السيد المسيح 2000 سنة، فبقى 5500 سنة زمن طويل، لكن بالنسبة لربنا 1000 سنة كيوم ويوم كألف سنة. فربنا كان مدبر ان في ملء الزمان زي ما اعلن كده بعد كده بولس الرسول، وفي ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة. مين الامرأة دي؟ هي الست العذراء اللي ما كانتش معروفة في العهد القديم، وزي ما قلت لحضراتكم كان كل امرأة كانت تتوقع ان تكون هي هذه الامرأة، او على الاقل تتمنى ان هي تكون هذه الامرأة. وده أوجد عند آبائنا نوع من الرجاء والانتظار. لما بنعرف الإنجيل بنلاقي أن كل المؤمنين كان عندهم هذا الرجاء ومنتظرين الرب، وأشعياء يقول كده منتظر الرب يتجددون قوة. اللي مستني ربنا ده باستمرار ما ييأس، ما يفلس، ما يقولش فين ربنا، لا دايماً يقول ربنا موجود، ربنا هيحقق، لكن في ملء الزمان. وملء الزمان ده شيء صعب على البشر. امتى يكون ملء الزمان؟ المسيح قال لنا صراحة ليس لكم أن تعرفوا في الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. ما نعرفش احنا في الأزمنة، ما نعرفش ملء الزمان امتى، لكن ربنا بيدينا نبوات كتيرة بيوعدنا بأنها هتتحقق. لكن ربنا في حكمته الجميلة بالنسبة لنا ما بيعرفناش ملء الزمان، علشان زي ما بيقول كده اسهروا وصلوا كل حين لأنكم لا تعرفون الوقت ولا الساعة. فالإنسان الشاطر هو اللي ما يدورش على ملء الزمان، إنما يدور على نفسه، أنا سهران، أنا منتظر ربنا وبتجدد قوة في انتظار ربنا. هو ده الإنسان يسعى إلى تحقيقه في حياته. كل دي تأملات حول النبوة الأولى اللي على ستنا العذراء مريم.
لما ربنا قال للحية وأضع عداوة بينك وبين نسل المرأة هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. هو يسحق رأسك يعني خلص عليك، أنت تسحقين عقبه يعني أنت هتسببي له ألام. وفعلا كل اللي يقدر يعمله الشيطان فينا أنه يتسبب لنا في ألام، لكن طالما نحن متمسكين بربنا يبقى خلاص ربنا لا يستطيع أن يفعل فينا أي ضرر. وربنا يسوع المسيح أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، يعني أعطانا السلطان على هذا العدو للخير. نبوة تانية واضحة عن الست العذراء في أيام أبونا يعقوب. أبونا يعقوب كان مسافر وفي ظروف خاصة وحب يريح، فشاف منظر عظيم وغريب. كلنا بنشوف سلالم، حد فينا ما شافش سلم؟ كلنا بنشوف سلالم، لكن حد فينا شاف سلم مسنود على الأرض وقمة بتاعته في السماء؟ ده أقصى سلم بنشوفه، مثلا السلم بتاع الناس بتوع الإسعاف، في بتوع الإسعاف بيبقى حاطين على عربياتهم سلم بيسموه السلم التلسكوبي، شفتوه في الأفلام على الأقل. السلم التلسكوبي ده يفضل طالع 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 لغاية فين؟ لغاية العمارة، أعلى العمارة عشان يطول أي حريق. ده أقصى سلم شفناه، لكن السلم اللي شافه يعقوب كان ليه معنى خاص غير السلالم العادية دي، إنه على الأرض وبيصل إلى السماء. وحاجة عجيبة كمان، مش مجرد سلم على الأرض ويصل للسماء، لا، ده الرب نفسه كان جالس على أعلى السلم. ما مادام وصل للسماء يبقى وصل عند ربنا. وإيه كمان؟ والملائكة نازلة وطالعة على السلم، فكان منظر عجيب جدا. وقديس بولس قديس يعقوب لما صحي حس ان لا، المكان ده مش مكان عادي، ده قال كده ما ارهب هذا المكان، ده مكان لي رهبته. وكان هذه الرؤية اللي شافها ابونا يعقوب كانت نبوة عن عمل الله وانفتاح السماء على الأرض، انفتاح السماء أو ارتباط السماء بالأرض، وملائكة طلعة وملائكة نازلة ورب المجد نفسه جالس فوق. وقال كده ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله. ودي كانت أول عبارة يذكر فيها كلمة بيت الله، بيت ربنا. هو ربنا يبقى ليه بيت على الأرض؟ ربنا عايز يبقى ليه بيت على الأرض، عايز يبقى ليه وجود على الأرض في وسطينا، يسكن في وسطينا. فدي كانت أول إشارة لبيت ربنا. وبعدين قديس يعقوب قال تعبير جميل قوي، قال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الرب، وهذا هو باب السماء. باب للسماء، هي السماء ليها باب؟ ممكن إن بيت ربنا للأرض ده يبقى باب للسماء. دي تعبيرات اللي قالها أبونا يعقوب لما شاف هذه الرؤية اللي بتعبر عن ارتباط الأرض بالسماء. لكن أبائنا بيعتبروا إن اللي ربط الأرض بالسماء والسلم ده الحقيقي كان هو أمنا العذراء. ليه؟ لأن المسيح رب السماء لما حب ينزل على الأرض نزل عن طريق مين؟ ستنا العذراء مريم. فبقت سلم يعقوب عبارة عن نبوة وآية وعلامة جميلة تفهمنا عمل الله معانا من خلال ستنا العذراء مريم. واستكمالا لهذه النبوة، بعد أبونا يعقوب جه موسى النبي،
في أيام موسى النبي بقى ربنا قال لموسى: يا موسى خلي شعب بني إسرائيل يقدم تقدماته لتصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطكم، اللي هي خيمة الاجتماع يعني. فكلام ده ربنا قاله لموسى وهو فين؟ هو على الجبل، كان صايم 40 يوم و40 ليلة وبيصلي على الجبل، وربنا كشف له عن هذه الحقيقة، قال له أنتوا هتعملوا لي مقدسا على الأرض لأسكن في وسطكم. يعني الهدف من يكون في مقدس لي على الأرض أن أسكن في وسط. أياميها كان الشعب عايش في خيام، فما ربنا مش هيعمل هيكل مبني، لا، كان عبارة عن الهيكل أو المقدس أو المكان المقدس الخاص بربنا عبارة عن خيمة أيضا، زي ما أنتوا عايشين في خيام اعمل لي يا موسى خيمة مقدسة عشان أسكن في وسطكم. ومن الحاجات الجميلة اللي بيشرحها لنا بولس الرسول في سفر العبرانيين إن هذه الخيمة كان ربنا هو اللي مصممها في السماء، ويقول لموسى كده: بص على التصميمات اللي في السماء دي، الحقيقة اللي في السماء دي أنت هتعمل مثل ليها على الأرض، على المثال اللي حوره لك في السماء تعمل على الأرض، كما في السماء كذلك إيه على الأرض. وفعلا موسى لما نزل ونفذ الخيمة نفذ كل التفاصيل اللي ربنا وراها له في السماء. والعجيب يا أبائي إخواتي إن أبائنا لما يدرسوا هذه التفاصيل يلاقوها كلها نبوات عن ستنا العذراء، واللي فيكو بيدرس التسبيحة وبيحضر التسبيحة بيلاقي دايما التسبيحة بتسبح ربنا من خلال هذه النبوات، من خلال ان الست العذراء دي هي القبة، القبة اللي هي خيمة حاجة معدية على الارض كده، الست العذراء هي قدس الاقداس، الست العذراء هي تابوت العهد المصفح بالذهب من الخارج ومن الداخل، الست العذراء هي المنارة الذهب الحاملة النور، الست العذراء هي المائدة الذهب الحاملة للخبز، خبز الحياة ربنا يسوع المسيح، الست العذراء هي قسط المن المخفى في المن، لأن المسيح هو من عهد الجديد اللي نزل من السماء وأعطانا نفسه لكي نأكله ونحيا. فرموز كتيرة جميلة جدا بتورينا ارتباط العهد القديم والعمل اللي عمله موسى بالست العذراء. في ترنيمة بتقولوها مشهورة كده يقولك: انت يا موسى شفت العذراء. انا عدت مرة اقول امتى موسى شاف العذراء؟ ده موسى قبل العذراء بحوالي 1500 سنة كان شاف العذراء فين؟ شافها من خلال هذه النبوات. واظن احنا عندنا ترتيلة شهيرة بنقول ايه: العليقة التي رآها موسى في البرية والنيران تشتعل جواها، هي مين؟ هي الست العذراء اللي حملت اللاهوت كنار ولم يمسسها بأزية. فياريت في دراستنا العهد القديم ربنا يسوع المسيح كشف لنا كده انه هو روح النبوة، نبوات العهد القديم كلها بتلقي وبتوضح عمل ربنا معانا وخلاصه معانا وعلاقة هذا بأمنا ستنا العذراء. عشان ما طولش عليكم هختم بنبوة جميلة بيقولها لنا حزقيال. بيقول ايه حزقيال؟ بيشبه العذراء بالباب الذي لم يدخل منه غير الرئيس وما يتفتحش غير للرئيس. النبوة دي ليها معنى بشري. ايه هو؟ ان زمان الرؤساء الكبار احتراما ليهم كان بيعملوا لهم باب خاص، لما الباب ده بيتفتح وبيخش منه الرئيس فاحتراما لهذا الرئيس كان الباب يفضل مغلق ما يتفتحش الا لما الرئيس يدخل منه مرتين. هقول لكم على حاجة حديثة انا عشرتها
في منطقة الأمبرويس. لو اللي فيكم بيروح منطقة الأمبرويس بيلاقي فيه باب لكنيسة البطوسية ناحية المقر الباباوي. فجأة كده الباب ده، احنا كنا عايشين في منطقة الأمبرويس وداخلين تخرجين منه، فجأة كده قفلوا الباب ده. فبنسأل يا جماعة انتوا قفلتوا الباب ليه؟ ده بيختصر لنا السكة عشان ندخل كنيسة البطوسية ونه. قالوا لا، اصل احنا الحقيقة قداسة البابا الطوباوي المتنايح البابا شنودة لما بيحب يجي يبارك الكنيسة بيخش من الباب ده، فاحنا خصصناه لسيدنا. باب ده ما يتفتحش الا لسيدنا. انا بس بشرح لكم القصة دي عشان اوريكم ان الست العذراء بقى حزقيال بيقول لنا هي الباب اللي دخل منه الملك المسيح فيكون مغلقا، وبالتالي دي إشارة إلى بتولية العذراء الدائمة. دائمنا الأرثوذكسي الجميل إن إزاي الست العذراء اللي حبلت بالمسيح تحبل بحد تاني. دي في مفهومنا الأرثوذكسي إن هذا لا يليق بالست العذراء، هي الباب الذي دخل منه الملك فلا يدخل منه أحد لأنه تخصص. ده إحنا أحبائي في تقاليدنا إن لما بنعمل حاجة خاصة بالكنيسة، يعني مثلا لما بنشتري صينية عشان أو كاس أو يعني عموما أدوات المذبح، لما حد بيجي يقدم لنا الأدوات دي ما بنستعملهاش إلا لما بندشنها، تدشن بالميرون، وتوما تدشنت بالميرون تاخد كرامة خاصة لأنها خلاص بقت مخصصة ومقدسة لربنا. يستجري حد يستعملها في حاجة تانية؟ لا يليق. حتى الشماس نفسه بيبقى حريص في انه ما يلمسهاش، يوم ما يضطر يمسكها يمسكها بفوطة احتراما وتقديسا. لان احنا عندنا قصة في العهد القديم لما احد الملوك اخد الاواني المقدسة واستهتر بيها كان نال بسبب كده عقوبة خطيرة. ربنا بيحب يعلمنا ان مقدسات ربنا ليها وقرها وليها احترامها. فاذا كان المقدسات العادية بهذه الصورة فكم وكم امنا العذراء القديسة مريم التي حبلت بربنا يسوع المسيح وقدمته لنا ثمرة لبطنها، ثمرة لبطنها. ربنا يسوع المسيح مش دخل العذراء وخرج منها، لا، ده مفهوم خاطئ. ربنا يسوع المسيح كان ثمرة لبطنة العذراء، ده مفهومنا للعذراء. ان ربنا شاء في تدبيره انه بطن العذراء تثمر السيد المسيح. والست اليصابات هي اللي قالت العذراء كده، قالت لها ايه؟ مباركة أنت في النساء ومباركة هي إيه؟ ثمرة بطنك، ثمرة بطنك. يبقى العذراء ما هياش علبة وحطينا فيها جوهرة وخدناها، لا، ده كلام مش مظبوط، لأن العلبة ما بتسمرش جوهرة. ده لو عندنا علبة وأسمرت جوهرة يا دي هتبقى علبة إيه دي؟ لكن الحقيقة إن الست العذراء أمومة، وعشان كده في تسابحنا بنقول أخذ منك الإيه؟ الناسوتية. أخذ منك الناسوتية، يعني المسيح أخذ الناسوتية من ستنا العذراء كأم. وعشان كده الكنيسة بتلقب الست العذراء والدة الإله. نعظمك وبنقول كده، نعظمك يا أم النور لأنك ولدت لنا مخلص العالم. ست العذراء ليها عظمتها وليها مكانتها. زي ما ابتديت بقول يا ريت في صيامها نصلي بشفاعتها ان ربنا يعطينا السلام والامان ويطمننا على كل الاحوال. له منا كل مجد وكرامه الى الابد امين. بنشكر قدس ابونا القمص لويس جرجس كاهن كنيسه مار جرجس حمات القبه، يعيش ويباركنا